السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك لايك يا حبايب قلبي. حبايب قلبي وحشتوني وحشتوني من جوه مصر ومن بره مصر، طبعا الأردن، السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، فلسطين، فرنسا. حبايب قلبي ما تحرمش منكم ابدا ابدا، من جوه مصر ومن بره مصر. ربي يسعدكم كده ويفرحكم بحبايبكم وتسعدوني كده وتفرحوني، لان انا زعلانه منكم. الفيديوهات بتاعتي كلتها نازله والله يا حبايب قلبي. والله انا ماليه نفسي ان انا اعمل حاجه، بس انا بقول حتى لو انا ماليش نفسي اعمل حاجه، هم مش خاصة عليهم حاجه، انتوا لكم باين اللي قدامكم وخلاص يا حبايبي. وانا بحبكم ومحتاجاكم وعاوزاكم ان انتوا تدعموني كده وترفعوا بيا، وملكوش بركه لما هايدي. ربنا يسعدكم كده ويفرح قلبكم كده واشوفكم سعداء يا رب. وسلامي لحبيبتي الغاليه طبعا نوره حبيبه قلبي، ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويجعلها ايام سعيده عليكي ويجعلها سنه سعيده عليكي. وحبيبه قلبي ام لينا ما تحرمش منك ابدا ابدا يا ام لينا، وطول عمرك وكفيك شر المرض وشر الوحش، وخلي لك عيالك يا رب وتفرحي بهم كده ويبقوا اسعد الناس ويبقوا دكاتره ومهندسين واحلى عرايس في الدنيا. وطبعا حبيب قلبي النهارده كده طبعا رميساء قالت انا عاوزه فرخه يا ماما، عاوزه اعملها لي ايه شوي فكده يا حبيب قلبي معايا كده، ده الملح وده الدقيق يا حبيبي وده طبعا الليمون اهو ماشي. فايه انا هدعك الفرخه بقى كده وانقعها شويه بالدقيق كده وبالملح ده، ودي الفرخه يا حبايب قلبي معاك اهي. فما قالت لي يا ماما انا ايه عاوزه ايه فرخه مشويه النهارده، فالمهم قلت لها ماشي يا حبيبه قلبي. فانا ايه هعملها طبعا من على بيات وبتبلها وبحطها في التلاجة للصبح يا حبايب قلبي. خليكم معايا كده، فانا كده ايه حط طبعا الملح والدقيق عليها كده، ودي طبعا الليمون. خليكم معايا كده ما تحرمش منكو ولا من تعليقاتكو الحلوة ولا من حبكو كده للواحد، بس ارفعوني كده يا حبيب قلبي، لان والله يعني الفيديوهات بتاعتي كلها نازلة يا حبيب قلبي. فخليكم معايا كده واكبروا بخاطري كده، ربنا يا رب يكبر بخاطركم كده زي ما انتوا بتكبروا بخاطري. فخليكم مع المهيدي ملهاش الا انتوا والبنات، فربنا يسعدكم كده ويفرحكم وتفرحوا بحبايبكم كده يا حبايب قلبي. انا عصرت كده الليمون معاك اهو، فطبعا هدعكها كده من بره ومن جوه. مركش البركة ام هايدي كده وشاركوها ولانها احنا برضك معاكي يا ام هايدي، جيش ام هايدي كده الحلو اللي زيكم. وطبعا مركش بركة الله هايدي حبيبة قلبي، ربنا يسعدكم يا رب وفرح قلبكم كده. انا هفتح عليها المية شوية كده يا حبيبة قلبي ماشي، هفتح عليها المية كده شوية وايه واسيبها تتنقع يعني ايه ربع ساعة كده، لان انا برضك يعني ايه بغسلها لما بتيجي متنضفه بغسلها يعني ايه بنضفها عندي كده بغسلها وبنضفها حلو وبنقعد خل وطبعا ليمون ودقيق وحاجات من دي. فانا اطلعها من الفريزر لازم برضك ايه احط عليها إيه حاجات من دي، ليمون وخل ومش عارف ايه، بس انا طبعا ايه ما عنديش ليمون، خدي روم ما عنديش بتاع خل، فالليمون زي الخل واحد، والملح طبعا والدقيق ده بحوش اي حاجه في الفرن ماشي حبيب قلبي. فخليكم معايا كده ماشي، الخل لقيت الخل ماشي الخل اهو يا حبيب قلبي في الميساء جابت فايه حبه كده صغيرين انا اللي كنت عيناه ماشي. فايه خليكم معايا بقى كده ما تتنقع شويه وهرجع معاكم تاني. فطبعا يا حبايبي كده انا ايه طبعا قعدت الفرخه كده ربع ساعه وجبت لكم تاني، فايه خليكم معايا كده
الفرخه زي الدبل الابيض ده. الدقيق اصلا بيخليها جميله كده و بيخليها تبيض، والدقيق بتاع لما يا ماما مركزة مركزة والله يا حبيبتي. الدقيق والخل والليمون طبعا بخليها ايه بتبيض كده يا حبيبة قلبي، وتبقى شكلها جميل، شكلها جميل كده زي ايامكم جميلة وايامكم حلوة. ربنا يعودها عليكم كده الايام بخير يا رب، وتكون اسعد ناس في الدنيا كده، واحنا مع بعض كده مفيش بركة الا احنا كده، مفيش بركة الا هايدي وام هايدي ورميساء اختكم حبيبتكم. جيش رميساء الحلو بقى اللي زي رميساء مفيش بركة الا سقسوع. ماشي، دي كمان دي تالت مرة غسلاها. ماشي يا حبيبتي، خليكم معايا كده. وبعدين عاوزة اقول لكم على حاجة، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله انا مربية عيالي تربية حلوة، ونفخر بتربية البنات، افخر كده بحبهم كده وتربيتهم كده. دي حبايبي بالدنيا بحالها. ماشي، هقطعها كده من النص معاكم. ماشي حبايب قلبي، هقطعها كده من النص معاكم. فايه انا افتخر كده بعيالي بادبهم وتربيتهم طبعا. يعني عمرهم ما غلطوا في حد، ولا عمرهم هيغلطوا في حد برضك، الحمد لله. يعني اما واحد ولا واحدة، الله اعلم واحد ولا واحدة، دي مش عارفة تعيس امسكي كده، واحد ولا واحدة يعني يقول لعيلة خلاص انا خلاص يا رميسة، يقول لعيلة يعني ايه لسه ما بقول ما راحتش ما تعرفش عن اي حاجة حاجة. ماشي يا حبيبي كده، انا فتحتها معاكم اهي طبعا، اهي يا حبيب قلبي. ماشي، وطبعا اهي بتبقى شكلها حلو حلو كده، عن ما هي ايه بتبقى معموله بايه بحالها كده. فهي رميساء اصلا طالباها ان هي ايه مش عاوزه حشاها النباتي طبعا ولا كده، هي عاوزاها كده. ماشي يا حبايبي، فايه تعالوا معايا كده، هاتي رميساء الكاميرا. فكده يا حبايب قلبي طبعا انا معايا البهارات اهي. ماشي يا حبايب قلبي، طبعا البابريكا وادي الشطه وادي الورق اللورا وادي الحبهان وادي اسمها ايه بتاع الجنزبيل وادي باتوه هنا في البهارات يا حبايبي، وادي الفلفل الاسمر وادي الكركم وادي البتاع الكمون يا حبايب قلبي، وادي ايه وادي الملح يا حبايب قلبي. ماشي اهو يا حبايب قلبي، ودي طبعا فلفل وشطة، ودي الطماطم، ودي البصل، ودي بتاع كاتشب بحب انا احط عليه كده. ماشي، ودي ايه معلقتين زيت يا حبايب قلبي. ماشي، هات ليمونة يا رميساء، هات ليمون، هاتي كده السكين. فنسيت يا حبايب قلبي اغلق لكم يعني ايه رمساء يعني عيله وكده. ماشي، ليمونه يا حبايب قلبي طبعا ايه هحطها في ايه في قلب البتاع. فخليكم معايا كده، ماشي يا حبايبي خليكم معايا كده كده ميه قلب الشفشق خدي رم. ماشي يا حبايبي، فايه طبعا احط الطماطم. هحط الفلفل طبعا، الطماطم كتير، طماطم كتير على الشفشق والفلفل. هاتي كده يا رميساء، حط الفيش كده، حط الفيش، هش فيش للتلاج، هش فيش بتاع التلاج. فانا كل ما اتكلم معاكم انسى والله يا حبايبي. فرميساء طبعا في سنه سته لسه، يعني رميساء عيل وما عملتش حاجه في حد ولا غلطت في حد يا حبايب قلبي. فتلاقي واحد او واحده كاتبين لرميساء، كاتبين ايه يا ماما؟
كاتبين ايه؟ ماما ما بتحبش تقولي التعليقات والله عشان ما والله يا حبايب قلبي كاتبين انت رمساء دي دمها تقيل وجاموسة. فليه يعني رمساء دمها تقيل وجاموسة ليه؟ اصلا انت خدت ايه؟ انت خدت كده يعني ايه؟ خدت سيئة. هينوبة كام السيئة؟ ولا انت يعني ما بتفهمش؟ ولا انت ما بتفهميش؟ هي رمساء عيلة عملت فيكي ايه؟ غلطت فيكي؟ يعني مثلا لو قلتت في حد او ردت على حد رد وحش يقول لي مثلا كذا كذا، لكن احنا بينا وبين بعض بلاد، الله اعلم انت منين او هو منين او انتوا منين اللي كاتبه الرساله دي. يعني ايه جاموسه يعني؟ يعني مثلا غلطت فيك قالت لك يا جاموسه زي ما انت بتقولي لها، ولا قالت لك انت دمك تقيل؟ ايه دمك تقيل وايه الجاموسه دي؟ هو انت هتتجوزيها؟ ها هو انت هتتجوزيها ولا انت هتتجوزها؟ دمها تقيل في ايه؟ يعني بقول لك ايه، ادعى ابني على ابني واكره اللي يقول امين. انا مثلا اتنرفز عليهم اشتم اضرب اعمل، بس انا طبعا ما بحبش الهوى كده يمس عيالي. ده المساء لسه طفله بريئه يعني يتقال لها يا جاموسه ازاي؟ فانا مش هقول لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما تقولش على بنتي كده، بنتي ما غلطتش فيك، لو غلطت في اي حد ده بنت اللي اصغر منها اللي اكبر منها واللي اصغر اللي اكبر منها بسنه او اتنين او تلاته بتقول له يا عمه، يعني اكبر منها بسنه او اتنين بتقول له يا عمه، ما بتغلطش في حد. هم التلات بنات اتعودوا على كده، فمعرفش يعني هيجيله ايه يعني من الشتيمه دي، او هيجيله ايه من الكلام ده. دي تمليحة؟ دي ايه؟ دي تمليحة؟ زي التمليحة بالظبط. بتقول زي التمليحة لأن تمليحة السمك بتبقى تعملها بطماطم بفلفل وبشطة وبتوم، زي نفس الريحة بتاعتها يعني. أنا نسيت وحطيت كلتها يا ميسي، نسيت حطيتها كلتها يا حبايب قلبي. فايه عشان البصل ما احطش ميه تانية، طبعا بصل والليمون كده والبهارات يا حبايب قلبي. وادي الزيت وادي الكاتشب. هات معلقه يا سؤال كده، هات معلقه. ف يعني انا كده بحب ايه يعني الصراحه حبايب قلبي، زي ما اتعودت عليكم في الصراحه وان انا ما اخبيش عليكم اي حاجه، انا مش بحب اخبي عليكم حتى التعليقات اللي بتجيلي، يعني حتى التعليقات اللي بتجيلي انا مش عاوزه اخبي عليكم حاجه. فانت بتقول عليها جاموسه ليه ولا لا هي غلطت فيك ولا هي عشان تحكم على العيلة، عشان تحكم على العيلة كده وتقول عليها الكلام دي دمها تقيل ومش دمها تقيل. دم بيقول ده بتقول ولا بقول دمها تقيل وجاموسة. وانتي امل انا بحبك قوي، هو في فرق بين امل وبين رميساء؟ لو انتي او انت مفكرين ان التلات بنات كده ما هماش واحد، يبقى ما عندكش يعني حق، يعني يبقى انا ما عرفتش اربي. لو مفكرين ان التلات بنات كل واحده لوحدها كده، لا التلات بنات كده ايد واحده بموتوا ببعض، يمكن بيحبوا بعض احسن مني. فحتى لو هم بينهم وبين بعض اي حاجه، طبعا هم عمرهم ما بيبقى بينهم وبين بعض اي حاجه، ولا انا بيني وبين بنات اي حاجه الا ما يكون ارن على عيله وما تردش عليا. دي ازعل منها واختها تزعل منها لكن انني اقبل الهوا كده يمسهم، لا طبعا انا مش عايزه منهم حاجه الا الستر يسترهم في الدنيا وفي الاخره، واستركم معاهم يا حبايب قلبي. انا عاوزه بس يعني ايه الام زي ما ربت وزي ما جوزت وزي ما علمت، لو الواحده قالت لبنتها قالوا كده ترد عليه تعبرها.
تبقى تحت رجل امها، لان ما كانتش تحت رجل امها مش هتبقى لها البقى لاي حد، اي واحده في الدنيا يعني، اي بنت لو ما بقتش البقى لها البقى في امها وفي ابوها وفي اخواتها، مش هيبقى لها البقى في اي حد، لان امها اللي ربت وعلمت وجوزت وطفحت الدم علشان تجوز وتعمل. ف يعني ما احبش الهوى من السم يعني. وخليكم معايا كده يا حبايب قلبي، انا هجهز وايه وهحط ال حطها بقى على الفرخه يا حبايب قلبي. فكده يا حبايبي التتبيله بتاعت الفرخه طبعا جهزت اهي، ماشي اهي معاكم اهي، جهزت اهي يا حبايب قلبي ماشي. الله على ريحتها وجمالها، ريحتها والله جميله يعني، تتاكل كده التتبيله كده من غير اي حاجه، ريحتها جميله. خد يا سوق. فطبعا الفرخه معاكم اهي، انا ايه طبعا هتتبيلها معاكم يا حبايب قلبي. التتبيله دي كتيره كتيره على الفرخه ماشي يا حبايبي. انا كده طبعا هحشيها بين الجلد كده وبعضه ماشي يا حبايبي. فيا رب كده ايه، ما انا مش عاوزه ايه حد يزعل مني ويقول لي مثلا ايه انت كلامك كتير او انت بتدخلي في مش عارفه ايه او ايه. فانا بحب اتكلم معاكم كل حاجه زي ما انا بصارحكم بكل حاجه. فهي برضك ايه رميساء اختكم وهيد اختكم، وطبعا يعني ايه ملكوش بركه الا هم. حتى انتوا لو شفتوا تعليق كده ولا كده يا حبايب قلبي انتوا تردوا عني يعني، انتوا يا حبايب قلبي لو شفتوا تعليق للبنات كده يعني انا برضك انتوا زي اخواتهم امهم يعني، اللي في سن امهم واللي في سن بقى لميساء وهايد وامل طبعا انتوا اخواتي يا حبايب قلبي. فيعني ايه انتوا مكاني، الواحد يلاقي تعليق لهم كده مش حلو مش كويس يعني خلاص بقى ايه يحامي عنهم. وانا لما تلاقيكم تحاموا عن البنات طبعا انا مش حامي. انا مش ايه هقول بقى اخواتهم بقى حاموا عنهم خلاص بقى ايه، انا مش محاميه يا حبايب قلبي ماشي. فكده ايه طبعا ادي التتبيله بتاعتها ماشي يا حبايبي. يا رب كده يكونوا عجبكم، هات السكينه كده يا رب بقى يكونوا عجبكم كده يا حبايب قلبي. هذه التتبيله دي ان شاء الله كده يعني هبيتها في الثلاجه للصبح ان شاء الله، نبقى نعملها ايه مع بعض. فكده طبعا يعني ايه قولوا له بقى رايكم فيها ماشي يا حبايب قلبي. ف قولوا رايكم بقى في التتبيله ورايكم في الفرخه، وان شاء الله نكمل بقى كده مع بعض بكره يا حبايب قلبي يعني. قولوا رايكم فيها، واللي عاوز اي حاجه مني طبعا يقول لي يا ام هايدي انا عاوز منك كذا كذا، انا عاوز منك اللي تطلبوه لو عينيا هديها لكم ماشي يا حبايبي. وخليكم معايا بقى ايه ان شاء الله نعيشنا نكمل مع بعض يا حبايبي ماشي. اشوفكوا على خير كده بكره. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي. فايه كده بحط ميه كده علشان طبعا اسلق بتاع المكرونه بحبه. وخليكم معايا كده يا حبايب قلبي. فالحله دي كده انا هعمل فيها ايه، شيل كده يا رميساء من ورا. فالحله دي كده هعمل فيها ايه طبعا التسبيكه بتاعت بتاع المكرونه حبايبي. انا بنتي يا ماما ويعني مدام مدام حبايب قلبي، قلت لهم صباح الخير او مساء الخير. صباح الخير او مساء الخير على عيونكم حبايب قلبي. والله يا حبايب قلبي انا زعلانه والله، وما عدت عاوز اعمل فيديوهات والله يا حبايب ماما مخنوقه جدا. ليه؟ لان الفيديوهات بتاعتي نازله خالص يعني، حرام بتعب. وامبارح كنت انقل معاكم كده على السطح وطلعت في عز الشتاء وعز البرد كده،
وما فيش الفيديو، الفيديوهات بتاعتي نازله يعني، الفيديو بتاع امبارح ده نازل واللي قبله نازل، وهقول ايه، والبتاع المشتركات بتروح مني، فمش عارفه يعني في ايه، انتوا ما بتحبونيش ولا اللي بيدخل يشوف كده ما بعملش لايك ولا مش عارفه. انا زعلانه والله يا حبيب قلبي، بس اعمل ايه يعني. يعني انتوا، انا بترجاكم بقول لكم ادخلوا واعملوا لايك وادخلوا شاركوني، وانتوا مش عارفه في ايه يعني. انا والله ما انا عاوز اقعد اعمل، بس هعمل ايه يعني، هعمل ايه، برجع تاني اقول ايه، انا عملت ولا ما عملتش يعني. هما ايه يعني، مثلا مش هتسألوا مثلا انت بتعملي ولا ما بتعمليش، انت براحتك، الفيديو فيه كتير، بس انا بحبكم طبعا وبعزكم، فمش عارفة انتم مش بتشاركوني ليه كده في الفيديوهات بتاعتي يا حبيبة قلبي. ومساء فتحة الاثنين واخدة منهم صح؟ فتحة كل دول واخدة منهم. لا ليه، يفتح واحد ولا يفتح الاثنين؟ عشان كنت بصور فيديو. تصور فيديو؟ وتصور فيديو تفتح اثنين؟ اقول ايه؟ قولي ربنا يسامحك. ماشي. بتعملي مكرونة طويلة؟ فكده يا حبيب قلبي احط المكرونة معاكوا اهي. ماشي؟ انا بحب المكرونة طويلة يا جماعة. فهي ميساء بتحب المكرونة دي اصلا. بحب الاثنين. المكرونة الطويلة والمكرونة العادية. فاتحة جوز الأكياس واخدة منهم، مش تفتح واحد، لا الاثنين. أسفة. أسفة يا ماما. أسفة تعمل فيها إيه يعني؟ يعني أعمل بأسفة دي إيه يعني؟ أغليها في المية. مش عارفة أعمل فيها إيه الأسفة دي. ليش؟ عايزة أتكلم معاكي؟ فأنتوا يا حبايب قلبي يعني شاركوني، إمبارح كنت في عز الشتا عشان خاطركم. ودي كده يا حباب قلبي، دي التومه كده ببقى ايه اعملها في اول السنه واحطها في ايه؟ اخزنها في العلبه دي يا حباب قلبي. فليه. ماشي، احطها في الفلازه. فانا ايه بحب المكرونه بالتومه، ما بحبهاش بالبصل. يعني جروب فطر كده يعني، انا بحبكم انتوا طبعا، انتوا جروب فطر، مش هتعب واروح في عز البرد كده في السقا انا ورميساء، وعشان حبايبنا يشوفونا ويقدرونا وكده. ف ما بتقدرونيش ليه يعني؟ انا يعني لو بتطلبوه بقول لكم، بقول بعمله. وطبعا انتوا عندي عيلتي الحلوه، فمش عارفه انتوا ما بتشجعونيش ليه كده وتصبروا بفطر. فانا كده حبايب قلبي كنت عامله الطماطم برضك. ماشي اهي، ما رضيتش ايه هوريها لكم، خدتهم مره. بصي يا رميساء، خليكم معايا بقى كده يا حبايب قلبي. ماشي، اعملوا لايك قبل ما تقفل. اعملوا لايك بقى، خليكم معايا وهرجع لكم تاني. فكده يا حبايب قلبي، طبعا ادي الشطه وادي الكمون وادي البابريكا وادي الفلفل الاسمر، حبه بسيطين يعني عشان ما تغمقش البتاع التقليه. وادي ايه، وادي طبعا جنزبيل. جنزبيل ويا رميساء. ما تحملتي كده تساليني ليه؟ كنت بقول لها يا ماما انا اللي هقول. وكركم يا حبايب قلبي. فانا هي بتنسى الحاجات البهارات دي. ماشي، وطبعا فصلنا ايه بتاع حبان اهو يا حبايب قلبي، فدي هحطهم كده في ال. شوف البنت بتقول حلو وانت لا. يلا بينا، هما ضحكتني والله. فكده التسبيكه بتتسبك والمكرونه قربت ايه؟ تستوي. ده نسيت احط يا بنت ملح. لا زيت، حبة زيت عشان ما تلزقش. والزيت ما بيخلاش تلزق. وزيت يا حبايب قلبي. طب انا عايزة ازهر. ازهر؟ تظهر؟ 20 تلاقي. مش حبايبك ولا ايه؟ لا. وبعدين الملح اهو يا حبايب قلبي. ماشي؟ انا بحب تقول لي ماما اعملي لي محشي. تعملي لنا محشي مرة يا ماما؟ هعمل ان شاء الله. ان شاء الله وفي رمضان كده. وده كده حبايب قلبي الفرخة طبعا.
انا كنت مبيتها من امبارح بتاكل وهي في البتاع يا جماعه والله كنت مبيتها من امبارح فهي نايمه مش صاحيه فكده ايه هحط اللي هحط طبقه الصفه عشان ايه اطلع اعملها على الفحم فوق يا حبايبي ماشي ودي كده اللي هي نايمه الصفايه والطبق اللي انا هحطه فيه ماشي انت اللي قال وقتي فكده ايه هصفيها عشان الحاجه اللي فيها دي يا حبايبي وريهم لا ما هم حبايب قلبي شايفين شايفين حبايب قلب ده بصفيها في الصفايه كده والطبقه تحت منها ماما بصي انا عايزه اقول لهم حاجه اقول لهم دي تانت نورا ماما اصلا زعلانه منهم هم عشان مش بيقدرونا ولا بيقدروا تعملوا دول بصي دي تانت نورا دي نمرو دينا كمان بوسات كتير لمولينا لمولينا ودي بوسه غنونه خالص خالص لعمول ودي صغننه هاي بوسات كتير ليكو بوسات كتير ليكو اقفل اقفلوا خليكم معايا بقى يا حبايب قلبي هنطلع فوق نجيب فتحت لي بابا نحط ده نحط كده احسن كنت حطيتها على النار فكده حبايب قلبي ايه هذه الحله دي انا طبعا الفرخه المشويه ما بحطش الحوايج بتاعتها فيه يعني الحوايج مثلا انتوا عارفين الحوايج هي ايه فانا هحط نقطه زيت كده ماشي فايه ماما لهم لايف وقلب فطبعا برده كان ايه انا حتى الحوايج هنا كده اكل القنصه لوحدي يا هاي القنصه والكبده والراس والحاجات دي حطها ايه برده متبلها لوحدها بعيد عن الفرخه عشان ما ينفعش تتعمل ايه مع الفرخه المشويه اكل القنصه لوحدي وهحط عليها بطاطسيه كمان يا حبايب قلبي ماشي حط عليها بطاطسيه يا ماما فكده انا حطيت الزيت ماشي وادي ايه الحوايج مش ناكل القنصه لوحدي اوكي هاي ده ما عادتش هتدقلها هاي دي يا جماعة مش حب القنصة لكن انا كان ماما تقسمها علينا احنا الثلاثة هاي دي واما هو كانتش تدي اي واحدة مننا حتة كبيرة وما كان ناخد حتة كنا نديها حتة صح يا ماما نعم سوف اصورك صورة وانا بابلك ماشي حسن فكده ايه المكرونه يا حبايب قلبي ايه اهي جهزت اهي اتسلقت فانا هصفيها معاكم اهو بالفحم بخاف اصفيها يا جماعه تحرقني ليه خليك شجاعة كده زي ماما انا ما اعرفش اجرب ماما اصلا خليك شجاعة كده وايه ما تخافيش من اي حاجه سلمى كده بالله وقولي بسم الله الرحمن الرحيم وربنا يسترها معاك كل حاجه انت بتمسكيها خد يا سلا ودي دينك يا بابا طبعا التسبيكة خلص تريحة بيت يعني شوية كده وهوريها لكم ماشي مكايونة مكايونة فين الحلة دي كده حلة الرز حلة اللي فيها الحوايج دي اللي فيها الحوايج يا حبايب قلب ماشي يعني دي نغمس بها يعني امال ايه يلا كده نقلب على البوتاجاز طن 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 ماما انت مالك منوره كده ليه اه عشان كلمت الدودو اه ماما ما تكلم حد مننا ما تكلم امل او هايدي وشاب ينور طبعا ماما حبايبي طبعا هم حبايبي ولو انا في اي الدنيا وهم اجوا عندي كل حاجه بتروح مني اما اشوف بقى هي هتيجي ولا لا الا اللي هتيجي دي اما اشوف لو ما جتش بقى هقعد اعيط لما اقول يا بس وهتغير تاني هو هيعمل ما تجيش دي انا وقعت دي هو كده يا ماما هو كده ممكن طق يا ماما اقفشل اقفشل كده فكده المكرونة يا حبايب قلب السلقت اهي ماشي كان ايه حبة مكرونة صغيرين من اللي هم الطوال دول ماشي وكانوا يعني حبة كانوا صغيرة حطيت عليهم مكرونة اللي هي ايه
اللي هي دي ماشي دي السيارة. كانوا حبة صغيرين يعني قد ايه عاملاهم عاملة مكرونة من التانية الصغيرة دي سيارة يا ماما. وطبعا البطاطس هي بتغلي قدامكم حبايب قلبي. هات البتاع الجد يا ساق، هات البتاع الجد يا ساق، قوم قوم كده يا حبايبي. ما تلاقيش فحم عندنا طبعا، فانا عملتها كده حطيت عليها طبعا كاتشب وايه، وما تلاقيش فحم يا حبايب قلبي عندنا، قلت ما اعملها تحت هنا، كنت عايزه اعملها فوق على السطح ما تلاقيش فحم يا حبايبي. خليكم معايا كده، ماما تعبانه عشان كنا بنمدح السطح وجالها برد. دي معلقة بطاطس كده وهي بتغلي، هاتي معلقة من خدي البطاطس كده حبايب قلبي اهي ماشي، قربت تستوى طبعا اهي حبايب. ودي المكرونة حبايب قلبي كنت عارفة الشوك عشان كنت عايزة. ودي المكرونة جهزت يا حبايب قلبي، شكلها جميل وطعمها تحفة. خليكم معايا بقى اما الايه اما الفرخة تطلع من الفرن واحنا مع بعض اهو يا حبايبي. ازيكم حبايب قلبي بقى، رجعت لكم انا بقى، شوفوا انا عاملة فراشات وطبعا زوقتها لكم كده عشان ماما تعبانة شوية. هو تزويق حلو طبعا، ما جيش في تزويق ماما حاجة بس حاولت. وخليكم معانا كده، ماما هتقوم كده وما ده حباية كده عشان هي تعبانة، وادعوا لها ربنا يشفيها يا رب كده ويديها صحة. خليكم معانا. وطبعا يا جماعة دي الكفتة اهي، حبيت ان انا اعملها كده من ورا الكاميرا كده عشان ايه ما اطولش عليكم، فما اطولش عليكم الفيديو يبقى طويل كده، وانا بعمل معاكم الكفتة اهي، هتتقلي بقى واوريها لكم. متنسوش اللايك لماما عشان ماما تزعلش، يا ماما والله نفسيتها وحشة جدا جدا من الفيديوهات. وصل الفيديو ده لاكتر عدد ممكن من اللايكات ومن الشير ومن اللايك ومن السبسكرايب وكل حاجة وكل حاجة. وكده انا بقلب الكفتة معاكم، حبيت انا اللي اعمل كده عشان ماما كانت تعبانة. جلس اربعة شفتنا لما كنت بوريكم الفرخة وما بتقطعش مني. خليكم معانا بقى يا حبايب قلبي، ما تنسوش لايكوا بقى يا حبايب قلبي في الاكل، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شوفوا الاكل تحفه، تسلم ايدي والله. شوفوا الفرخه جميله جدا، الاكل شكله تحفه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي معلش بقى، ماما كانت تعبت شويه كده فقالت لي امي صوري انت يا رميساء، فانا صورت جهزت معاكم كده اهو. تسلم ايدك يا ماما والله. ما تنسوش بقى اللايك عشان والله يا تعبت من امبارح، واحنا بنصور الفيديو من امبارح والله، فقدرونا بقى وقدروا تعبنا كده، واعملوا لايك وشيروا الفيديو، حطوا على المنتدى بتاعكم لايك. يا
يلا كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي هتوحشوني جدا جدا جدا، عايزة تعليقات كتير على الفيديو ده ولايكات وحاجات كتير كده وشيروا كده يعني. يلا باي، اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع الف الف.